إجابك وحو ليها شروط. شرطك كوبات تين اسلام علينا أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، وإن حجابك هذا مد أسطوريا دمان شركة قبل دوارده إلا وحي لغا صوري بيمو يعني أحاديثه كصوريبتي أو أهوتشيغا يلا بذكر شرطك لبادو حويا يعني إن أنو زينة في نفسه هان، يعني حجابك وإنو أنو إساق قروح أهان قبيس مرق قروح حسن أنو هان وإن داسو شي دنسا. أن يكون صفيغا غير شفاف، وإن هذا مرأة لقدح أركين الخفيف أهين وحكوه سيع. أن يكون فضفاضة، وإن مرب العرن أهاتا واسعا أو واسعة غير ضيق عن كل كسرين شركة بحيث لا يبدي تفاصيل الجسد. شرد قشنا ذو حويا أن لا يكون مبخرا مطيبا معطرا، وإن أنو هين مد عذر لمريك أن لا يشبه ملابس الكافرات، وإن أنو كانين درك دمرك قالغا أن لا يشبه ملابس الرجال، وإن أنو درك الرق أو كانين لا يكون ملابس شهرة أو لباس شهرة، وإن أنو هان مرالك قدح كرانا يتتك أو عام بحذية وحكار اللويقة.